أنا النهاردة عايز أكلمكم عن قصتي مع ناسا، وأهم حاجة في القصة في الحقيقة إن أنا عايز أعرفكم عن ناسا ابتدى إزاي وإيه السبب في نجاح رحلات أبولو للقمر. هوريكم شوية حاجات كده في الأول قبل ما أتكلم عليها عشان تعرفوا إيه القصة بتاعت ناسا الأول قبل ما تعرفوا القصة أنا وصلت إزاي واشتغلت إزاي. وذاك أنا كنت في أمريكا في أواخر الخمسينات بدرس للدكتوراه، ورجعت على مصر فيها على اسمها هايدلبرج في ألمانيا، قعدت هناك سنة ونص قبل ما أرجع على مصر، وبعدين رجعت على مصر عشان كنت أخذت الدكتوراه في الجيولوجيا الاقتصادية، وكنت عايز أعمل مدرسة في الجيولوجيا الاقتصادية ليس لها مثيل في العالم. ليه؟ لأن أنا كنت جمعت عينات من مناجم، كل المناجم بتوع أمريكا وأحسن وأهم المناجم في أوروبا، عشان كده أنا رحت على هايدلبرج. والمهم رحت على مصر وعامل حسابي ان انا اعمل مدرسه في الجيولوجيا الاقتصاديه. وكنت يعني مصر ان اساتذتي بتوع امريكا كانوا هيبعتوا لي شباب عندي ياخدوا دكتوراه عندي في مصر. ليه؟ لان انا كنت يعني سمعت اتعلمت منهم كويس جدا، وزودت على الحاجات اللي انا اتعلمتها بالحاجات اللي انا اتعلمتها في اوروبا، والعينات بتاعتي تبقى هايله جدا. المهم رحت على مصر وقالوا لي انت المفروض تدرس كيمياء في المعهد العالي بالسويس، مع ان كان في اربع اقسام جيولوجيا جاهزين، والاربع اقسام جيولوجيا كان رؤساء الاقسام دي كلهم اساتذتي القدامى وكانوا عايزيني، ما كانش عندهم حد يدرس جيولوجيا اقتصاديه. والمهم ما نفعش فاضطريت امشي بعد سنه كامله في مصر بهدله يعني من غير وظيفه وخيبه، فاضطريت امشي. لما مشيت رحت على امريكا تاني وابتديت ادور على شغل، وانا بدور على شغل ما لقيتش شغل يعني في الجيولوجيا. ليه؟ لان انا وصلت في امريكا في اكتوبر، وكان كل الجامعات ابتدت، وكانت كل الجامعات اللي انا عارفها كانوا بادين في سبتمبر، وكانوا اوريدي يعني معينين الناس بتوعهم من الصيف عشان يعلموا عشان يبتدوا الدراسه في اوائل سبتمبر. فانا لما وصلت في سبتمبر بدور على شغل في نوفمبر ومش لاقي شغل خالص. المهم قعدت ادورت على اي شغل اعملها، فلقيت شغل انا كويس خالص بقى بوياجي، يعني نقاش اشتغل بويا في المنازل. والحمد لله اللي كان داخل المنازل مش خارج، عشان ده كان في الشتاء، وفي مصر كان في امريكا، في امريكا في الشتاء برد جدا، وانا جاي من مصر يعني لسه بلد سخنه ومتعود على الشمس. فالمهم كان الشغل داخل البيوت وأجدت العمل واتبسطوا مني جدا. قعدت 5 أشهر اشتغل في النقاشه دي، كنت مبسوط خالص، وانا بعمل طلبات عشان اشتغل شغله في جيولوجي. وبعدين وانا بقرا في مجله اسمها فيزيكس توداي، لقيت عنوان بيقول انهم عايزين ياخدوا جيولوجيين عشان يشتغلوا على القمر. قلت جيولوجيين؟ ما هو جيولوجيا، ما هي جيولوجيا القمر زي جيولوجيا الارض، هات خلينا نبعت لهم يعني ابلكيشن. ومراتي هي اللي كانت بتطبع الابلكيشنز على الاله الكاتبه، زمان ما كانش في كمبيوتر، اله كاتبه. وقلت لها خدي، ده كان بالليل، وقلت لها خدي كمان واحد اهو، في اكتبي لي اللي انا كاتبه ده، اللي انا كاتبه بايدي وهي هتطبعه على المكنه. قالت لي بتاع ايه ده؟ قلت له عايزين جيولوجيين يشتغلوا على القمر. قالت لي انت تعرف ايه عن القمر؟ قلت لها ما فيش، بس اتعلم، ده شغلانه ما يجلوش. المهم طبعته وبعته، وهو ده اول جواب جالي منه رد، وقالوا كلموني بالتليفون، وقعدت نتكلم شويه وكذا وكذا، انت تعرف ايه وما تعرفش ايه. وقالوا المهم رحت نزلت عشان يعملوا لي انترفيو، وعملوا لي انترفيو وقالوا لي طيب خلاص انت الشهر الجاي، يعني كان انترفيو في فبراير بقى، كان في 69 في كان 67، وقالوا لي تعالى تبتدي في الشغل في 15 مارس. قلت طيب، خدت مراتي وبنتين منيره واستراليا، ورحت على واشنطن عشان اشتغل هناك في ناسا هيد كوارترز، لان هيئه الاداره بتاعت ناسا كانت في واشنطن دي سي، كان عندهم يعني مراكز في هيوستن ومراكز في كاليفورنيا ومراكز في الاباما ومراكز في فلوريدا، لكن الرئاسه بتاعت ناسا كانت في واشنطن دي سي. في حاجات مهمه جدا هي السبب الاساسي بأن ناسا نجحت إنها تروح على القمر. ليه؟ لأن كان في فبراير 1957 كان في حاجة طلعت
في الفضاء من الاتحاد السوفيتي، من روسيا يعني، حاجة اسمها سبوتنيك، كانت بتقعد بتمشي عد كده فوق الأرض بتعمل توت 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 توت، يعني أول قمر صناعي يطلع فيه من الأرض في الفضاء كان من الاتحاد السوفيتي، وأمريكا كلها زعرت، قالوا الله إيه ده؟ والبتاع ده بيعمل إيه؟ هو بيصورنا؟ هو يمكن يدفع يضربنا من الفضاء بقنابل؟ إيه القصة دي؟ المهم أمريكا كلها احتارت جدا. كان رئيس الدولة في ذلك الوقت كان دوايت أيزنهاور. دوايت أيزنهاور جمع الناس بتوع الوزراء والوزارة بتوع كلهم شنو، قال له انتوا ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي روس يسبقونا في الكلام ده؟ ايه اللي بتعملوا؟ فين الناس بتوع الفضاء بتوعهم؟ قالوا له يا سياده الرئيس احنا عندنا ثلاث مشاريع بتاعت فضاء كويسه قوي. قال لهم ايه ثلاث مشاريع دي فين؟ قالوا له واحد في الجيش، واحد في البحريه، واحد في الطيران. قال ايوه، عشان كده خيبانين ومش عارفين تمشوا. نمره واحد تعملوا ثلاثه معناها هيحاربوا بعض. نمره اثنين ان هتحطوهم في الجيش هيخبوا الكلام ومش هيستفيدوا من الاساتذه والعلماء في المذاكر. اقفل الثلاثه، خد الفلوس من الثلاثه دي كلها واعملوا مؤسسه مدنيه سميها ناسا، هي المؤسسه المدنيه دي، وتبقى مدنيه ليه؟ عشان تتعامل مع وتستفيد من كل الاساتذه اللي في الجامعات وفي مراكز البحث العلمي. يلا اقفل دخول الجيش في القصه دي خالص. ده كان مهم جدا، كان يعمل عن اختيار المؤسسه، ايه المؤسسه دي ايه، ولازم تبقى مدنيه مش سريه عشان تستفيد من كل الناس المتعلمين واللي بيعملوا ابحاث في اي حته. نمره اثنين كان لزوم وقت محدد، يقول لك عشان اعمل ايه امتى في الوقت ده. اللي عمل ده كان رئيس الدوله اللي بعده، كان جون كينيدي. في يوم ما تعين بقى رئيس، اول يوم له في الرئاسه قال ما يلي، قال ان انا عايزين احنا هنودي الانسان الى القمر ونعيده حيا قبل نهايه هذا العقد من الزمان. يعني في خلال العشر سنين اللي جايين دول يا اخوانا، يا ناسا ودوا بني ادمين الى القمر رجعوهم للارض. معناها ان الناس بتوع ناسا دلوقتي بقى عندهم وقت محدد يخلصوا الشغله دي امتى. فده كانت مهمه جدا. وبعدين ثلاثة، طب مين اللي يعمل الحكاية دي؟ مين اللي يبقى رئيس الرئيس اللي هنعملها دي؟ فجابوا واحد اسمه جيمس ويب. جيمس ويب ده في نظري كان أحسن رئيس شفته في أي حتة في العالم. أحسن من أي رئيس دولة شفته، أحسن من أي رئيس وزارة، أحسن من أي رئيس مؤسسة، أحسن من أي رئيس معمل، أي رئيس مطعم حتى في أي حتة. ليه بقى؟ الراجل ده ما كانش بيقعد في مكتبه عشان يعني يشتغل في المكتب ويجيب الوكلاء بتوعه ويهزقهم ولا يعمل كذا ولا كذا، لكن طول عمره بيلف على المراكز بتاعت ناسا واحده واحده واحده. كان يروح المكتب بتاعه يوم ويومين في الاسبوع على الكثير، يقرا التقارير ويبعت المراسل بتاعته ويمشي. طول الوقت بتاعه بيلف على الناس، يجمع رؤساء الاقسام ويقول لهم كلمتين دول، يعني دول ذهب، دي كلمات من ذهب. يقول لهم مال، لو انتم شجعتوا الناس بتوعكم عشان يعملوا كل اللي هم بيفكروا انهم قادرين عليه، سوف نفشل والروس هيسبقونا ولا هنعمل بلا حاجه. ويسكت. لكن اذا كل واحد فيكم عدى على كل الناس اللي بيشتغلوا عنده، اللي بيشتغل عندك يعني، وخليتهم دعمتهم وشجعتهم وخليتهم يعملوا اكتر ما هم يعتقدوا انهم قادرين عليه، كده هنوصل للقمر. شوف، لازم تشجع كل من يعمل معك على انه يفعل اكتر مما هو يعتقد انه قادر عليه. دي مش بسيطه. أنا ياما ناس ووزراء وفي دول بلاد عديدة طول عمرهم قاعدين في مكاتبهم ما يعرفوش حتى الناس اللي رؤساء الأقسام عندهم دول شكلهم إيه خالص. أنا مرة عن في 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 بزور وزير بس علمي في المبنى بتاعه في الدور السابع،
وبقول له السنتر الفلاني الفلاني اللي عندك ده سنتر هايل جدا، الولاد اللي فيه متميزين وشاطرين جدا، لازم تدعمهم وتشجعهم لانهم هيعملوا حاجات حلوه قوي. قال لي المركز ده فين؟ قلت له فين؟ سكت، رحت قايم واقف، رحت لافف لحد الكرسي بتاعه وماسكه من ايده قلت له تعالى معايا. قال لي ايه؟ قلت له بس قوم لو سمحت تعالى معايا. وخدته بره المكتب بتاعه ونزلنا في الاسانسير من الدور السابع للدور الثالث، فتحنا الدور الاسانسير وقلت له المركز اللي انا بتكلم عليه اهو، يعني مركز متميز بيعمل ابحاث كويسه في الدور الثالث في المكان اللي هو فيه في الدور السابع في مكتبه في الدور السابع، ولم يسمع باسم المركز، مش باش يعرف الناس اللي بيشتغلوا فيه مين ولا بيدعمهم ولا بيشجعهم، لا ده ما كانش عارف المركز ده فين. بكده ما حصلش لا تقدم ولا رفعه ولا تميز ولا حاجه. اخر حاجه ان هو لما الواحد يشوف حاجه تميز لازم يقدرها، زي ما الوزير ده اللي ما كانش عارف المركز ده فين هيقدر المركز ده ازاي ولا هيميزه ازاي، مش حلو ما يعرفش. فلازم يعني تقدير التميز ده مهم للغايه جدا. يعني مثلا ايه، انا لما بعد ما وصلت واشتغلت كويس وعملت مش عارف كذا وبديت زمايلي كلهم كانوا مبسوطين مني، وزمايلي هم اللي اختاروني مستشار عام للهيئات بتاعتهم وكذا وكذا وكذا، لا لا رؤساء ناسا يكلموني ورؤساء ناسا يدوني شهادات ورؤساء ناسا يحقليني في الاجتماعات، وواحد من رؤساء مراكز ناسا اللي اسمه فيرنر فون براون اللي هو الراجل اللي عمل الصواريخ 675 ده، في اجتماع يروح واقف كده بعد ما قلت المحاضره بتاعتي يروح مسقف، مع انه اجتماع يعني اجتماع رؤساء مراكز ما فيش تسقيف، وهو سقف كده وقال لدكتور الباز احنا كنا بنسمع على حاجه سجلناها جيولوجيا القمر ومش فاهمين يعني ايه جيولوجيا القمر، انت شرحتها لنا بالتفصيل وبالهم وشرح ممتاز وانا بقول لك شكرا شكرا شكرا. وراح قاعد. ده يخليك تعمل ايه؟ يخليك تبقى مبسوط جدا بنفسك وتقول انا الراجل ده رئيس الناس، الراجل اللي عمل الصواريخ بتاعت ناسا واقف بيتكلم عليك، ده تقدير التميز وده مهم جدا. يعني في نظري ملخصا وبالتلخيص، حاجه خمس حاجات بس هي اللي خلت ناسا توصل للقمر: اختيار المؤسسه الصح اللي تقوم بالعمل، تحديد الوقت المحدد عشان ينتهي العمل ده امتى، اختيار قاده العمل اللي يبقوا فاهمين هيشجعوا الناس بتوعهم ازاي، الاعتماد على الشباب، وتقدير التميز. انا حتى انا ما قلتلكوش بقى اعتماد على الشباب ده ليه، لان انا في نظري من اهم حاجه عملت ناسا هم الشباب، اعتماد على الشباب. احنا اثناء رحله ابولو 11 انا وشويه من الرواد كده قلنا يا خبر الناس اللي مشغلين الناس دول كتكاتيك تكتكيك، قلنا ليه ده كلها صغيره دي، قلنا ناخد متوسط عمر الناس اللي شغاله مشغله الرحله بتاعت ابولو دي متوسط عمر بتاعهم كام. نزلنا في الممرات خدنا كل واحد ياخد ممرين، احنا كنا اربعه نزلنا نعدي في الممرات دي بتاعت الميشن كنترول سنتر اللي في هيوستن تكساس، ونسأل كل واحد سنك كام وناخد سنك كام عشان ناخد سن والعدد بتاعهم كام وسن عشان نقسمه العدد عشان ناخد متوسط عمر الناس اللي مشغله رحله ابولو 11 كام. ورجعنا جمعنا كل ده وقسمنا على العدد، طلع ان متوسط عمر الناس اللي مشغله رحله ابولو 11 كان 26 سنه. انا بقول الكلام ده لكل الوزراء في العالم العربي اللي انا بشوفهم يقولوا ايوه ما احنا عندنا ناس احنا جبنا وزراء اهو في الاربعينات، اقول له ما عادش الاربعينات يبقى خلص، الاربعينات لسه دلوقتي بيقولوا يفكر انا هبقى رئيس امتى وعايز اتجوز وانا عايز عيالي تروح الجامعه وانا هعمل ايه في البيت اللي انا شايفه كلام من ده، يعني مش مهمه ان هو يبني حاجه جديده، لما انت في العشرين عايز تبني اسمك، عايز توري انك ناصح، عايز توري شطارتك، عايز توريك ان انت بنت هايله تقدر تعمل كذا وكذا وكذا، او شاب عظمه تقدر تعمل كذا وكذا. فهو ده الاعتماد على الشباب، يعني هو اختيار المؤسسه، تحديد وقت محدد، اختيار قاده العمل، الاعتماد على الشباب، تقدير التميز. دول يمشوا اي برنامج في اي ده اي حته اي برنامج في اي عالم. انا لما وصلت على ناسا
ما كنتش اعرف ولا كلمه عن القمر، ولا عمري دخلت على في التلسكوب عشان تبص على الفضاء ولا الكواكب ولا كذا، خالص خالص خالص. وعرفت ان هم جيولوجيين، اللي هم ناس مأجرينهم بيعملوا، بيدرسوا ايه؟ قالوا بيدرسوا الصور اللي خدتها الاقمار الصناعيه. قلت وريني الاقمار الصناعيه هم ايه؟ قالوا لي ده لون الاوربت وده وده وده، لون الاوربت اكثرهم اللي هو خد 2000 صوره، ال 2000 صوره دول بنطبعهم مره عادي ومره بداركر يعني 4000 صوره. قلت ايوه انا عايز اشوف ال 4000 صوره دي. رحت في اداره ناسا قلت فين الصور بتاعت لون الاوربت؟ قالوا في الحته الفلانيه. دخلت لقيت الاوضه مليانه اكوام اكوام صور، يا ده اسمي نبخها فوق بعضها. قلت خيبت ايدي، رحت الرئيس المكتبه قلت له عايزين، بصيت لقيت اوضه كبيره قوي واسعه جدا، قلت له انا عايزين ناخد تسع ترابيزات نحطهم في الاوضه الفلانيه. قال لي ترى مقاسهم كام؟ قلت له كذا كذا كذا. قال لي خلاص يبقى عندك بكره الصبح الساعه 9 تلاقيهم هناك كده على طول، بكره الصبح الساعه 9 تلاقيهم. رحت بكره الساعه 9 لقيت كل التسع ترابيزات موجوده في الاوضه، في على الجناب بتاع الاوضه كلها. قلت بس كده تمام. جيب كنت جايب معايا نو فود من البيت عشان انضفها وحاجه وكده عشان انضف في الصور اللي كاتبه بعمله في الارض. وقعدت ارتب الصور دي كلها واحده واحده، لما ارتبهم هم كان 2000 رحت مرتبهم فوق البتاع دي، لون الاوبتر 1 لون الاوبتر 2 3 و4 لون الاوبتر 5، كلهم كل واحده على ترابيزه او ترابيزتين وكل واحده منظمين وكله كذا كذا. دي اخذت مني 4 ايام انا ما ترتبت كل الصور في مكان. والكارد دي واكتب عليها الرقم بتاعها لون الاوربيتال كذا والرقم بتاعها، واكتب فيها ايه الصوره دي نمره 2، واكتب فيها ايه الصوره دي ونمره 3، لحد لما خلصت. اوكي شكرا شكرا. فالمهم لما انا شفت الحكايه دي كلها وعرفتهم خالص وكلمت زمايلي وقلت لهم عليها، هم زمايلي اللي اختاروني سكرتير عام لهم. فانا ده اللي بقول لكم عليه، انت لازم الواحد يشتغل لهم، يشتغل بضمير ويشتغل كويس جدا ويساعد عشان المجموعه بتاعته ويساعد زمايله. انا كنت بعمله ليه؟ عشان زمايله يعرفوا كل شيء. وهو دي القصه الحقيقيه، وهي دي القصه بتاعت كيف يصل الانسان الى مكانه عاليه، كما ان وصلت لناسا بهذه الطريقه بمحاوله ان ادعم زمايلي واعمل شغل في الفيلد اللي انا عارفه كويس جدا. ولذلك فانا اقول لكم يا شباب، كل واحد فيكم لازم يعمل قدر ما يمكنه انه يجمع العلم والمعرفه قدر الامكان، وبعدين يساعد زمايله كلهم عشان يعرفوا اللي تعرفوا. وشكرا، وربنا يسعدكم.